حيدنا في القناطر. يعني مستوى عايرون على هذا الشيء، على هذا اللي كيقول لكم انتم ما كتوقفوش معنا وكتشوفوا الوضعيه، واحد كيقول لك انا كاري، واحد كيقول لك ما عنديش ولادي غير الحليب باش غنعديهم للدار، يعني بواحد الطريقه يعني الانسان هادو خص ضروري هي باش غتبداو بهم تسويهم لهم الوضعيه ديالهم هما الاولين، بلا حد كنهضروا بالملايير. دخلنا مليار، دخلنا جوج مليار، حنا فيهم الناس اللي كاين شي 100 واحد عندهم شهرين ديال الخدمه، ضروري هما اللي غتسولوا الدعايه ديالهم هما اللي يسطروا. وحنا كنهضروا بالملايير ونديروا هذه ونديروا الملك الثقافي، والخدامه مازال ما دخلتوش. يعني ضروري خصنا اللي غتسولوا. حنا كيعجبونا كيشدونا في الشارع يعني كيوصلوا معنا واحد الحاجه، يعني شنو نقول لك؟ واش باش نقراو في الكلاسيك؟ واش باش نقراو؟ صحيح. لا غير وضحوا لي ان هذا الطار في اطار سميتو المداخيل والميزانيه والاخر، ودخلوها الاخوان يعني في هذا الاطار هذا. بالنسبه للاخوان العمال اللي كانوا كيخدموا في الاخر، كاين العربيه كاين 140 واحد، وهاد 140 واحد كيسالوا شهر ونص، يعني شهر 8 و15 وشهر 9 15 و15. يعني حتى انا تفاجئت كما تفاجئتوا انتوما، يمكن ملي جيت لقيتهم يعني حتى جاو عندي راه الاخوان راه تقريبا خمسه سته المرات، ولكن لا غير اسمح لي خلينا دابا غير خلينا نهضروا، لان راه القانون دابا يمكن كانوا كيجيو مع من تلاقيت معهم قلت لهم شوف الاول اش درت؟ اتصلت بالسي قراد عيطت عليه جا عندي المكتب، قلت له سي قراد هاد كيفاش؟ قال لي ودي هادو راه يعني خصهم يتخلصوا شهر 8 و15 وقيله في 9 ديال. قلت له شحال عندك في هذا البيجي؟ ذاك البيجي يعني فيه واحد المبلغ هزيل بالنسبه للي باقي فيه، يعني مخصص خصنا هذاك اللي كيحفروا المقابر، لان الميت ملي كديه تما راه خصو يبقى المقبره ديالو. ولا السبب قلت له السبب شنو؟ قال لي السبب الميزانيه ما جاتش بالنسبه لابروفاسيون بالنسبه للتاشيره الميزانيه. هضرنا على اتصلت بالسي جبور، يعني جلست معاه قلت له دير العمال يعني راه كيجيو يوميا خصهم يتخلصوا، وكاين يعني اللي واحد منهم واحد النهار باع الصنداله ديالو باش دوا لولده. كاين مكتب. واه داك الشيء اللي كاين. يعني راه يوميا والسيد البشاك راه يعني في راسه هذا الشيء، لان حتى هو مشاو عنده وصدعوا وراه كيدير المجهود، لان الميزانيه باش ترجع، لان باش تخلص. لا انا لا ما فهمتينيش. لا عرفت. بالنسبه للخلاص ديالهم باش قلت لهم راه نكذب عليكم ولا هضر معكم الحقيقه؟ قالوا لا هضر معنا الحقيقه. الحقيقه هو الميزانيه خصها ترجع باش نقدروا نخلصوكم، لان الفلوس ما كانش، باش نكونوا واضحين. وفوقاش دابا حنا ها هو الميزانيه، هو تخلي الهضرة الميزانيه كان واحد الاخر ديال المشكل في لاتيفيا، لان كانت ضخمات شويه الاخر، يعني عدلنا بالنسبه للاخر باش يدار واحد المحضر، يعني باش السيد العامل يا اما نرجعوها للاخر ولا السيد العامل دار في سميتو. نجلس معاه يعني راه غدا نجلس مع السيد العامل باش نشوفوا نحلوا هذا المشكل ديال الميزانيه باش يتخلصوا هاد الناس هذو. وماشي غير هادو، راه كاين شي وحده كيسالوا قال لك 3 شهور، شي كيقول وصلوا حتى 3 شهور. انا ملي جيت يعني ضروري خص هاد الناس يعني ما ماشي نقول لهم يعني غير خدموا سيروا قدام غادي نزقوا، لا والله ما بعدا يوقفوا على ما يتخلصوا. لا حصل العاون، راه خصهم ياكلوا خصهم يديروا، ما يمكنش على خدم وما يتخلصش، راه ما يمكنش.